الثانية مولانا أم سلمة. أم سلمة أعزائي في المسند أحمد بن حنبل المجلد 11 صفحة 207 رقم الحديث 13473 الرواية التفت عن أنس بن مالك، هذاك كانت عمن؟ عن علي أمير صحابي الثاني، أن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي فأذن له، فقام لأم سلمة فقال الرسول لأم سلمة أملكي علينا الباب. يا أم سلمة قفي بالباب، لا يدخل علينا أحد، عندي جلسة خاصة مع من؟ ها؟ مع ملك المطر، لا يدخل علينا أحد. قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل. طفل مولانا ركض من هنا وهناك ودخل، ماذا؟ دخل على جده رسول الله، فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي. ولهذا هذا الأصل احفظوه، لا تصورون بأنه ترى من شان عمره 3 سنوات يعني شان يتعامل تعامل إمام معصوم، مو هالشكل. يقوم بأعمال ماذا؟ شنو؟ أعمال طفولتي. وإلا لو عمره 20 سنة هم يطفر على ظهر النبي؟ ها؟ إذا فعل ذلك ووثب على ظهر النبي ماذا يقولون له؟ واقعا ما يقولون، هذا أقله، وإلا قد يقولون كافر. واحد يثب على ظهر ماذا؟ على ظهر الرسول، لو عاقل لو كذا. ولكن هذا أبدا لا ينافي، لأن هذا مقتضى شنو؟ مقتضى هذا السن. احفظوه، إنما أنا بشر مثلكم. ولكن إحنا مع الأسف الشديد من نجي نتكلم عن الأئمة نتكلم وأنه كأنه وهو خرج من بطن أمه شنو هو؟ ها؟ إنسان عاقل 40 سنة. فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي وعلى منكبه وعلى عاتقه، طبعا في روايات الشيعة موجودة لا يتبادر لذهنكم هذه روايات السنية حتى تنكروها، وعلى عاتقه. قال فقال